هلا ربنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي وطلابي الغاليين، طلاب طبعا ثالثة ابتدائي لغات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبحيي كل المامز والدادز اللي بيتابعونا على قناة المتابعة، قناة دروس رياضيات ماث اونلاين، وكمان يعلموا اولادهم في البيت منهج الماث الخاص بطبعا طلاب ثالثة ابتدائي لغات. طبعا في البداية انوه لازم كل الناس تشترك في جروب التليجرام، سيكون لكم في صندوق الوصف عشان تتابع الحصص اول باول، ومفيش حاجة تفوتك ان شاء الله. طبعا برضه ما انساش احيي طلابي الجمال جدا 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 اللي بيتابعوني دايما وبيكتبوا اسمائهم بالتعليقات بعد ما نخلصوا طبعا يحضروا السيشن كلها، الحصه كلها، ويكتبوا اسمائهم في التعليقات. طبعا بحيي الدكتور اسر كريم، الدكتور علي، والدكتور عمر التوينز، وطبعا الدكتور احمد محمد سعيد، والدكتور عمر محمد سعيد، الدكتوره جانا اسلام، الباشمهندس مازن، الدكتوره علياء، المهندسه فجر محمد. طبعا علياء محمد وفجر محمد دول اخوات مع بعض، الدكتور روفيان عماد الدين، الدكتور احمد التهامي، الدكتور يحيى محمد عبد الحميد، الدكتوره تالي عمر، الدكتور ايس الاسلام، الدكتور ياسين محمد خليفه، الدكتوره منة الله، الدكتوره حفصه حيدر، الدكتور يوسف عصام، وكل حبايبي الغاليين جدا جدا عليا اللي بيتابعوني دايما ويعملوا لايك طبعا بعد كل فيديو، كل ما يحضروا فيديو ويكتبوا اسمائهم في التعليقات. يلا نبدا كده. طبعا سيبكم كل قوائم التشغيل الخاصه بجميع مناهج الابتدائي لغات، تمام؟ سيبها لكم في صندوق الوصف. خش كده على صندوق الوصف واعمل جوله كده وشوف الحاجه اللي انت عايزها وايه وادخل عليها. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 4 شابتر 3 4A. ايه ده مستر 4A؟ يعني ايه؟ يعني ليسون 4 طبعا ايه؟ يعني ده معناها ان الليسون ده مقسم لكذا جزء. ده بارت ايه؟ يعني الجزء ايه بتاع ايه؟ لكن بعد كده في بارت بي، بارت سي، اند سو اون. اوكي، هناخد النهارده مالتيبلز اوف 5 اند 6 اند 7. حبايبي الشطار، اخدنا مالتيبلز اوف 2 اند 3 اند 4، يعني المفروض ابني حفظ التيبلز بتاعه 2 و3 و4. اوكي، النهارده باذن الله هناخد 5 اند 6 اند 7. قلنا مالتيبلز يعني مضاعفات. يعني مضاعفات؟ لما اقول لك مثلا 5 مالتيبلز اوف 5 يعني كل مره هنضيف 5 10، ضيف كمان 5 اد 5 يبقى 15، add 5 يبقى becomes 20، add 5 becomes 25، and so on. النقط دي معناها so on يعني كمل للاخر، تمام؟ تمام. يبقى كلمه multiples يعني مضاعفات، وهي بالمعنى كده نفهمها ان احنا ان شاء الله هنحفظ التايمز تيبل. هنحفظ المفروض النهارده 5 and 6 and 7، اوكي؟ لما قلت اقول لك multiples of 5 على ال 120 شارت، على المخطط اللي قدامك ده بتاع ال 120، يعني معناها ان انت هتبدا من 5 وكل مره تفوت 5. هتقول 1 2 3 4 5، يبقى 5 كده بعدها ايه المالتيبلز بتاعتها افتر 5 هتكون 10. كمان هتحط 5 1 2 3 4 5 becomes 15، 1 2 3 4 5 becomes 20. يعني كل ما نخط سكيب او كاونتنج باي 5 ده معناها ان احنا بنجيب المالتيبلز بتاعت ال 5، تمام؟ تمام. يعني انا لما اقول لك حبايبي الشطار 5 تايمز 6 معناها ايه؟ معناها ان ال 6 ممكن تتكرر 5، يعني 6 بلس 6 بلس 6 بلس 6 بلس 6 تتكلم وتتكرر 5، او ال 5 هتتكرر 6. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نبدا بنمبر 1 كده، يلا كل مره عندي 5 كده نعتبرها 1. انا هكرر ال 5 كم مره؟ 6. وتعالى نشوف الانسر بتاعتها هتكون كام. 5 تايمز 6 ايكوالز كام؟ يعني يلا كده 1 2 3 4 5، يبقى كده نمبر 1. 1 2 3 4 5 كده نمبر 2. هكرر ال 5 كم مره؟ 6. 1 2 3 4 5 كده نمبر 3. 1 2 3 4 5 كده نمبر 4. 1 2 3 4 5 كده نمبر 5. 1 2 3 4 5 كده نمبر 6. يعني معناها 5 تايمز 6 ايكوال 30. يعني انا كررت ال 5 كم مره؟ كررتها 6، يبقى كده 5 تايمز 6 ايكوال 30. طب واحد قال لي يا مستر، طب ما انا ممكن اكرر ال 6 5. تعال نبدا نشوف ال 6 كده 1 2 3 4 5 6 كده دي نمبر 1. هنا 1 2 3 4 5 6 كده نمبر 2. 1 2 3 4 5 6 كده نمبر 3. 1 2 3 4 5 6 كده نمبر 4. 1 2 3 4 5 6 كده. بصي هما الاثنين جم على 3، يعني معناه الكلام ده يا مستر، يعني لما اقول لك 5 تايمز 6 انت ممكن تكرر 5 6، يعني تبقى 5 بلس 5 بلس 5 كررها 6. اوكي، او انكرر 6 5 6 بلس 6 بلس 6 بلس 6. انا عايز افهمك يعني ايه تايمز. يعني ايه تايمز؟ لما اقول لك 5 تايمز 6 يعني كرر ال 6 5 او كرر ال 5 6 بلس. اوكي، ما علينا بالكلام ده كله، اهم حاجه ابني يحفظ التايمز تيبل حفظ. اوكي، بس انا عايز افهمه يعني ايه مالتيبلز. يعني ايه مالتيبلز؟ يعني ايه يعمل مالتيبلاينج ضرب. اوكي، طب تعالى كده مستر نبص بص كده على السريع ونحفظ التايمز تيبل مع بعض كده، نرجعهم مع بعض. يلا بينا. هنا حبايبي الشطان مالتيبلز اوف 5 يعني مضاعفات ال 5.
لما اقول لك 5 تايمز 1 معناها ال 5 هتتكرر 1 يعني 5، اوكي 5 تايمز 1، 5 تايمز 2 يعني 5 كررها 2 يعني 5 بلس 5 equals 10، 5 تايمز 3 يعني كرر ال 5 3 5 بلس 5 بلس 5 15، 5 تايمز 4 يعني كرر ال 5 4 يبقى كده 20، 5 تايمز 5 25، 5 تايمز 6 30، 5 تايمز 7 35، 5 تايمز 8 40، 5 تايمز 9 45، 5 تايمز 10 equals 50. هنا 5 تايمز 11 يعني 5 تتكرر 11، يعني كل مرة هنضيف 5 يبقى كده 55. كمان نضيف 5 يبقى 5 تايمز 12 equals what؟ هنضيف 5 على 55 equals 60. طبعا سايب لكم في صندوق الوصف رابط حفظ جدول الضرب، ازاي تقدر تحفظ ابنك جدول الضرب او التايمز تيبل بسهولة جدا جدا جدا. هنا برضه المالتيبلز اوف 6 بنبدأ من 6، 6 تايمز 1 يعني 6 تتكرر 1 هي 6، تتكرر 2 12، 6 times 3 equals 18, 6 times 4 24, 6 times 5 30, 6 times 6 36, 6 times 7 42 and so on. بعد كده انا عندي 6 times 10 60. طب 6 times 11 يبقى ها add 6 يعني هنضيف 6، يبقى 6 times 11 نضيف 6 كده على 60 becomes 66، هتصبح 66. بعد كده 6 times 12 يلا كده add 6 to 66 becomes 72. اوكي اوكي نفس الفكره هنا multiples of 7 يعني التيبل بتاع 7 هنا 7 times 1 7 times 2 and so on ابدا يحفظهم. 7 times 11 7 times 11 يعني هنضيف 7 كده على 70، add 7 يبقى 7 times 11 لما 7 الدي 70 طبعا add 7 equals 77. هنا 7 times 12 add 7 equals 84. The answer is 84. يا مستر طب ابني يحفظ من 1 ل 10 ولا من 1 ل 12؟ لا ابنك يحفظ من 1 ل 12. اوكي اوكي ليه يا مستر؟ لا اعمل اللي اقوله لك عشان ابنك يرتاح. اوكي اوكي طبعا حبايبي الشطار اللي متابعين معايا من البدايه اكيد حافظين التايمز تيبل سم سم سم. اوكي تعال تشيك فايند ذا برودكت، هات الناتج 5 تايمز 7، 5 تايمز 7 ايكوال 35 اهو 5 تايمز 7 ايكوال 35. طب يا مستر لو بدلناهم خليناهم 7 تايمز 5 هل نفس الانسر؟ ايوه 35 برضه. يعني يا مستر قصدك ان 7 تايمز 5 هي 5 تايمز 7؟ ايوه هما الاثنين يدونا ايه 35. 7 times 8 equals 56. 6 times 8 equals 48. 5 times 6 equals 30. 7 times 4 equals 28. 6 times 3 equals 18. تمام؟ 5 times 9 equals 45. 6 times 10 equals 60. يبقى حبايبي الشطار يحفظوا التايمز تيبل كويس عشان ما ازعلش منهم، اوكي؟ اوكي يبقى لازم نحفظ التايمز تيبل كويس، جدول الضرب كويس، ويا ريت اول باول ابني عشان ما يتعبش في المدرسة، رجاء بليز بليز ارجوكم ابنك يحفظ قبل ما ياخدهم في المدرسة. لو خدهم في المدرسة وهو لسه محفظ انا هيتعقد هتجيله عقدة. بليز يعني ركز مع ارجوك. اوكي اوكي يلا نكمل يلا نكمل حبايبي. هنا حبايبي شطار اكسرسايز نمبر 12 multiples of 5 and 6 and 7. انا عايز المالتيبلز بتاعت ال 5 وال 6 وال 7 يعني كأني بقول لك جدول التيبل بتاع 5 and 6 and 7. اوكي اوكي طبعا انا ابني دلوقتي حفظ. هنا لما اقول لك 5 تايمز 0 اي حاجة تايمز 0 ب 0. طب كل مرة بنضيف 5 add 5، 5 times 1 يبقى على 0 نضيف 5 يبقى 5، 5 times 2 يبقى نضيف كمان 5 add 5 يبقى 10، 5 times 3 add 5 يبقى 15. بس ابني لازم يحفظهم حفظ. 5 times 4 نضيف 5 add 5 يبقى كده 20 and so on. 5 times 5 25 يبقى كل مرة add 5 add 5 add 5 يبقى خلاص. الكلام ده لما يكونوا ايه يا مستر؟ بالترتيب لما يكونوا مرتبين. طب لما يتلخبطوا لا يجي بقى دلوقتي دور الحفظ، ابني لازم يكون حافظ كويس. اوكي هكذا 6 هكذا 7. طبعا الاكسرسايز نمبر 1 مش هحله لان لازم ابنك يحفظ ويحل لوحده. تمام انا هشوف الاكسرسايز اللي فيها غموض اللي ابني ممكن يغلط فيها لا عشان نفهمها له ازاي يعملها، لكن الحاجات دي هو خلاص لازم يحفظ التايم ستيبل 5 اند 6 اند 7 ويبدا يحل الاكسرسايز بتاعته وتبدا انت ترجع له او تعلمه. بس في حاجه مهمه عايز اوضحها، ايه هي؟ لما اقول لك فايند ذا برودكت يعني بقول لك اوجد ناتج الضرب، برودكت يعني انا عايز ناتج الضرب، يبقى ابني لما يشوف كلمه برودكت يعني بقول لك هات ناتج الضرب. اوكي فايند ذا برودكت يعني اوجد ناتج الضرب. اوكي يبقى نعمل تايمز ونجيب الانسر بتاعته واكتبها. اوكي اوكي يلا بينا نشوف اكسرسايز نمبر 2 ونشوف لو في حاجه كده ولا كده. اوكي نحلها، لو في حاجه سهله معتمد ان احنا نحفظ الاول يبقى هنعديها. اوكي اوكي ليتس جو. هنا حبايبي شطار اكسرسايز نمبر 2 برضه بيقول لي فايند ذا برودكت يعني اوجد الناتج. ابني لازم يكون حافظ كويس عشان يقدر يحل. اوكي اوكي يعني ابني لازم يحفظ 5 and 6 and 7. اوكي يحفظهم كويس يبدا يحل وانت تصححه. طب يا مستر معلش بعد ما صححه لو افرض طلع عنده غلطات اعمل ايه؟ تمسك خليه يحل بالرصاص. طب وبعدين بعد ما يحل بالرصاص ويغلط في حاجه امسحها وقول له صح وبعد كده
ارجع راجع له تاني وبعد كده خليه يرجع يحلها تاني. اوكي، يا رب يكون مفهومك كويس جدا جدا جدا. والله كمل اكسرسايز نمبر 3 بعد ما يحفظ يحل الكويشنز. هنا اكسرسايز نمبر 3 برضه بيقول له فايند ايتش برودكت، اوجد كل ناتج. طب معلش يا مستر، هو ايه الفرق بين اكسرسايز نمبر 1 واكسرسايز نمبر 2 واكسرسايز نمبر 3؟ هنا نمبر 1 كان جايب لك بالترتيب كل واحد لوحده، هنا نمبر 2 اللي فات ده كان جايب لك كل واحد لوحده بس مش مترتبين، صح؟ لا، دلوقتي في نمبر 3 دلوقتي هيربط لك كله في بعضه. ازاي؟ جيب لك كله متلخبط في بعضه، يعني 7 مع 5 مع 6، يبقى ابن كده بيدل ان هو فهم كويس. يبقى اول مره جاب لي اكسرسايز نمبر 1 جابهم لك مترتبين وكل واحد لوحده، اكسرسايز نمبر 2 جابهم لك كل واحد لوحده بس مش مترتبين، اكسرسايز نمبر 3 جابهم لك كله ملخبط. اوكي، عشان يشوف انت مدى فهمك، فهمت كويس ولا لا. هنا بيقول لي 7 تايمز 7 ايكوالز 49، 8 تايمز 6 ايكوالز 48، 5 تايمز 8 ايكوالز 40، 7 times 4 equals 28. 6 times 9 equals 54. And 5 times 5 equals 25. 7 times 9 equals 63. Okay? ابني هيكمل عادي، مفيش مشكلة. هو خلاص حفظ التايمز تيبل. تمام؟ حفظ كويس. بعد كده يبدأ يحل لوحده. Okay؟ Okay. هنكمل بقى الاكسرسايز، هو هيكمله مفيش مشكلة لو كان حفظ كويس جدا. هنا حبايبي الشطار اكسرسايز نمبر 4 بيقول لي find the result. هنا find the result يعني اوجد النتيجة او الناتج. طيب عشان الناس ما تتلخبطش، اوجد الناتج، هو هات الحل. اوكي، تعال هنا نبدأ. 10 times 5 equals 50، 10 times 7 يبقى equals 70. table بتاعتين اسهل منه مفيش. 10 times 8 يبقى 80، 10 times 6 60، 10 times 4 40، 10 times 2 20. يعني كل عليا ان هكتب ال 7 مثلا وبوت 0، هزود 0. هكتب ال 5 ده في table بتاعتين جدولتين، هكتب ال 5 زي ما هي وبوت 0 يبقى 50. اوكي، 2 times 5 equals 10. بعد كده بص هنا بدأ يربط لك كل التيبلز مع بعض، يعني 2 3 4 5 لحد 7. هنا 5 times 5 25، 5 times 6 equals 30، 3 times 5 equals 15، هنا 8 times 7 equals طبعا 56، 10 times 6 equals 10 يبقى نكتب 6 زي ما هي وبط 0 60، 7 times 5 equals 35. اوكي، طب معلش يا مستر، في حاجه جميله انت هتعملها. ايه هي؟ احنا حبايبي الشطار اخذنا التيبلز فروم 1 تو كام؟ فروم 1 تو 7، صح؟ صح. ما بعد ما انزل الفيديو ان شاء الله على اخر اليوم كده ان شاء الله، تابعوا جروب التليجرام. طبعا جروب التليجرام في الصندوق الوصف، خش عليه واعمل اشتراك في جروب التليجرام. هنزل لكم فورم او امتحانات للتايم ستيبل، اولادنا يسمعوا التايم ستيبل. ازاي يسمعوا التايم ستيبل؟ هنزل تيبل 0 اند 1 لوحديهم، ابنك يحل ويدوس طبعا عرض النتيجه، هتظهر له نتيجته مباشره. اوكي، بس يا ريت تيجي في التعليقات في اخر فيديو ده وتكتب لي ابني جاب في تيبل 0 اند 1 مثلا 5 من 10، 10 من 10، 6 من 10. اوكي، تيبل 2 جاب لي مثلا كذا، تيبل 3 جاب كذا، تيبل 4 جاب كذا، حتى تيبل 7. انا هنزل من 1 ل 7. اوكي، اخر اليوم ليه؟ عشان حبايب الشطار يكون حافظ كويس. تابعوا جروب التليجرام، الناس اللي ما اشتركتش تروح تشترك، عشان ان شاء الله النهارده تدرب ابنك يحل الاكزامز او الامتحانات او الكويزز اللي انا هنزلها ان شاء الله في جروب التليجرام. اوكي، ويا ريت نكتب النتيجه في طبعا التعليقات للفيديو ده. يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا، يلا بينا حبايبي. هنا اكسرسايز نمبر 5 بيقول لي بوت، ضع. كلمه بوت يعني ضع. ضع ايه؟ علامه اللي هي greater than equals or less than. اوكي، ابني هيحل تايمز عادي مفيش مشكله، هيقول 5 times 5 دي 25، وهنا 6 times 6 equal 36. يبقى ايه which one is bigger، مين الكبير، 25 ولا 36؟ طبعا 36. 7 times 3 equals 21، هنا 6 times 5 30، which one is bigger، يبقى 30. 5 times 8، هنا 5 times 8 40، 7 times 4 equals 28. Which one is bigger? 40. هي دي كده. 6 times 6 36. 5 times 6 30. Which one is bigger? 36. وهكذا. ابني يحل عادي مفيش مشكلة. وشوف الانسر بتاعته، مين ده الكبير ولا ده. 6 times 9 equals 54. لازم يكتب عليهم. 7 times 7 49. Which one is bigger? طبعا 54. 6 times 8 equals 48. هنا 7 times 7 49. Which one is bigger? 49. 7 times 0 0. 7 plus 0 7. خلي بالنا من الحاجات دي. دي plus دي times دي plus دي times، يبقى 7 is greater than. 5 times 5 25. هنا 6 times 4 24. Which one is bigger? 25. 6 times 1 6.
6 7 times 0 0 يبقى دي greater is the greater. 7 times 6 equals 42. 6 times 7 ايه ده يا مستر؟ ما 7 times 6 هي 6 times 7. انت هتهزر يا مستر، تلعب معانا. يبقى equals هنا 7 بلس، هنا خلي بالنا ده بلس 7 بلس 5 equals 12. 5 بلس تايم 6 equals 30. خلي بالك عشان ما حدش يتلخبط، يبقى كده 12 على 30 طبعا 30. اوكي اوكي دول طبعا خلاص فهمها كويس، هي حل عادي ما فيش اي مشاكل. جيب الانسر ونشوف which one is bigger. اوكي let's complete let's complete. هنا exercise number 6 حبايبي الشطار بيقول لي choose يعني اختر the correct answer، الإجابة الصحيحة. 5 times 6 5 times 6 30. ايه ده مستر لما فين 30 يا مستر؟ ده مش موجودة. لا ما انت تشوف لي حبايبي الشطار، شوف لي دي كام. 3 times 10 equal 30 و 4 times 10 40 و 6 times 6 36 و 7 times 9 63. which one is 30؟ مين 30؟ طبعا 3 times 10. هنا 6 times 7 كده 42. بيقول لك ان ال 42 greater than mean يعني اكبر من مين في دولة؟ طبعا 42 اكبر من اصغر واحد فيهم اللي هو 27. هنا حبايبي الشطار لو بصينا هنا قافله بقها الناحيه دي، بدل قافله بقها الناحيه دي بقها مقفول، يبقى عايزه ذا سمولست نمبر يعني اصغر واحد، يبقى 27. حتى لو ابني مش عارف 6 تايمز 7 كام، بدل قافله بقها يبقى تختار اصغر واحد. هنا برضه بص كده قافله بقها اختار اصغر واحد. طب اصغر واحد ده مستر ده لازم احلهم، حلوهم. 8 تايمز 3 ايكوالز 24، 4 تايمز 10 40، 9 تايمز 5 ايكوالز 45، 6 تايمز 10 ايكوالز 60. which one is the smallest؟ يبقى اكيد 24. اوكي 24 يعني 4 تايمز 7 is 28 is greater than 24. 7 times 5 equal 35. 30, 35, we choose 35. هنا 7 times 1 is 7. طب ما هنا 7، دي 7 يبقى المفروض دي equals، يبقى لازم دي تكون 7. طب 7 plus كم يدينا 7؟ 7 plus 0، صح؟ يبقى 0، مفيش حاجة. هنا 0 times 6 equals 0. أي حاجة تايم 0 ب 0. طب يا مستر أنا عايز ده 0، عايز 0، يبقى 1 plus 1 ده 2 مش 0، 1 minus 1 0. Thank you. يبقى أنت كده 0 المستخبي، لأن 1 times 1 1 ودي 8. 5 times 9 حبايبي الشطار طبعا هنقول 45. which one is 45؟ طب ما هو يا مستر 40 and 5، يبقى كده 45. هنا all the following equals to 30، يعني بيقول لك كلهم دول 30، لو عملت لهم تايم يديك 30. accept، كلمه accept لازم ابني يعرفها كويس، يعني معناها ما عدا مين، يعني مستثني مين. هنا 5 times 6 30، 3 times 10 30، 3 plus 10 إذا 13، ودي 6 times 5 30. which one المختلف الديفرنت عندي؟ طبعا ده all the following are equal to 28، يعني بقول لك كلهم 28 ما عدا مين accept، ما عدا مين. قلت له عادي، يبقى دي لازم نحفظها كويس حبايبي الشطار. accept 6 times 4 ده 24، خلاص يبقى انت اول واحد. لان 4 times 7 28، 7 times 4 28، 2 tens يعني 20 and 8. okay which of the following is equal 48؟ انت 48 بيقول لك انهي واحده بتقول 48. طبعا 5 تايمز 8 ده 40، 7 تايمز 8 56، 6 تايمز 8 48. يبقى الانسر بتاعتي هتكون دي. اوكي اوكي which of the following is equal to 40؟ انهي واحده دول 40؟ طبعا 5 تايمز 8، لان دول كلهم مش هيديك 40. اوكي اوكي let's complete حبايبي الشطار exercise number 7. هنا حبايبي الشطار exercise number 7 match. match يعني وصل. دايما علم ابني إنه لما يقولك ماتش يعني وصل. طب نعمل نوصل كده على طول؟ لا، أنا بشوف الأنسرز، بشوف الإجابات الأول. 4 times 9 equals what 36. هنا 0 times 6 equals 0. 2 times 9 equals 18 عشان أريح نفسي. 6 times 1 equals 6. 6 times 4 24. هنا 7 times 0 0. 6 times 6 36. هنا 3 times 6 equals 18. 20 plus 4 يبقى كده 24. 6 plus 0 equals 6. بس كده ويعمل كده، يعمل إيه؟ matching، توصيل. هنا 0 which one is 0 يبقى خلاص اهو 0 ب 0. 36 ودي 36 انا 18 قول 18 اهي. 24 which one is 24 here it is 6. كده خلصت بسهوله جدا، بدل ما يفضل يدور هنا ويدور هنا. لا هو اول حاجه يعمل solving للمساله، حل المساله، وبعد كده يبدا يعمل matching، توصيل. اوكي اوكي يلا بينا نكمل، يلا نكمل exercise number. هنا حبايبي الشطار exercise number 8 بيقولوا put true to the correct statement or false to the incorrect statement، هنحط علامة صح أو خطأ. تعال نبدأ. 5 times 8 كم؟ equals 40. طب 4 times 10 equals 40. هل كلهم كده 40؟ 40 40؟ yeah 40، يبقى right true. هنا 6 times 7 مستر 6 times 7 42. هل less than يعني أصغر من
5 times 8 equals 40. هل ال 42 للزان يعني أصغر من 40؟ لا طبعا، يبقى كده إيه؟ False. هنا 5 plus 5 plus 5 كده 15. 5 times 3 15، ودي كمان 15 يبقى كده true. هنا 7 times 1 equals 7. 7 plus 0 7، which طبعا هما الاثنين equals right، يبقى كده true. هنا 7 times 0 0، 0 times 5 0، يبقى هما الاثنين equals yes، يبقى كده right true. 7 times 5 equals 35، وهنا 5 times 6 30. هل 35 greater than يعني اكبر من 30؟ اقول له true، صح. هنا 7 times 6 equals 42. 40 plus 2 42، يبقى هما الاثنين equals، اقول له yes. هنا 6، how many 6؟ 1 2 3 4 5 6، يعني 6 اتكررت كم مره؟ 6، واتكررت كان 6، يبقى 6 times 6 equals 66. هو 6 times 6 ودي 6 times 6، لكن مش equals 66، equals 36، يبقى الانسر كده false. 7 times 9، 7 times 9 equals what؟ المفروض طبعا 63، هو عاملها لك 36 عشان يلخبطك حبايبي الشطار، يبقى كده false. هنا 6 times 5 equal 30، و 3 times 10 30، يبقى هما الاثنين equals yeah right. هنا 6 times 9 equals what؟ 54، و 6 times 10 60. هل 54 less than 60؟ يبقى yes true. هنا 7 تكررت كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6 7، يعني معناها 7 times 7 equals 49، تمام. لما هنا ناخد منها واحدة ونشوف تكررت كم مرة نعملهم times. هل 7 times 7 greater than 7 times 6؟ Yeah, true. عشان دي 49، لكن دي 42. Okay? Okay, let's complete. يلا نكمل بقى الاكسرسايز. هنا حبايبي شطار اكسرسايز نمبر 9 بيقول لي use the chart, choose yes or no. يعني استخدم الشارت اللي هو المخطط بتاع الاعداد اللي كان في الاول ده عشان تقول لي is 15 multiple of 5؟ يعني 15 multiple لل 5 ولا لا؟ اعرف ان النمبر عشان يكون multiple لل 5 لازم يكون اوله 0 او 5. هل ال 15 اولها 0 او 5؟ ايوه يا مستر، ده اولها 5، يبقى ده مالتيبلز لل 5. يبقى بكل بساطه، طب يا مستر انا عايز اعرفها من الشارت من اللي قدامي، اللي كان قدامي ده، انا عايز اعرفها بكل بساطه حبايبي الشطار. اولا اي حاجه اولها 0 او 5 مالتيبلز لل 5، اوكي؟ طب انا عايز اعرفها من 120 شارت، المخطط اللي كان قدامي، ازاي اعرف ان ال 15 مالتيبل لل 5؟ اوكي؟ تعال نروح للمخطط دلوقتي واقول لك ال 15 مالتيبل لل 5. هنا حبايبي الشطار تعال نشوف هل ال 15 مالتيبلز لل 5 ولا لا. دايما ابني بيبدا من ال 5 وكل مره بيضيف 5 يتحرك 5 لحد ما يوصل لل 15. لو قبلتك في الطريق يبقى هي مالتيبل، ما قبلتكش في الطريق يبقى نوت مالتيبل. اوكي؟ كده تعال نشوف هنا 1 2 3 4 5 ونعمل سيركل. تمام؟ تمام كده 10 1 2 3 4 5 كده، ده انا جيت على ال 15 اهي، يبقى خلاص ال 15 مالتيبل لل 5. اوكي؟ لو قال لي مثلا 24، هل 24 مالتيبل لل 6؟ اقول له ثانيه هشوف، هاجي عند ال 6 هنا واتحرك كل مره 6 لحد ما اعدي على 24. لو وقفت على 24 يبقى خلاص مالتيبل لل 6، لو ما وقفتش يبقى خلاص مش مالتيبل لل 6. اوكي 1 2 3 4 5 6 دي اول واحده، 1 2 3 4 5 6 كل مره بعد بال 6، 1 2 3 4 5 6 24. ايه ده، ده انا جيت على 24 يبقى مالتيبل لل 6. طب هقول لك هل ال 15 مالتيبل لل 7؟ تعال نشوف ال 15 هل مالتيبل لل 7 ولا لا. بتيجي على 7 اهي، نقف على 7 وتحرك روح لغايه ما تعدي على 15 وتعد كل مره 7، 1 2 3 4 5 6 7 كده اهي وصلنا 7، 1 2 3 ايه ده مستر، ده انا عديت ال 15 وما عدى ما وقفتش عليها، يبقى خلاص كده مش مالتيبلز لل 7. طب هل ال 6 مالتيبل لل 6؟ ايوه، ما انا لو وقفت على ال 6 كده خلاص دي مالتيبل لل 6، يبقى خلاص مالتيبل ليها. اوكي اندرستاند، يا ربكم فهمناها كويس ازاي نعملها عن 120 شارت. يلا بينا نكمل، يلا بينا. يبقى كده حبايب الشطار 15 is multiple of 5، multiple لل 5 اقول له yes عشان اقولها 0 او 5، اقولها 5. هل 70 multiple لل 5؟ اي عشان اقولها 0 يبقى yes. هل 54 multiple لل 7؟ لا، لو عملناها على 120 شارت وبدانا من 7 فضلنا نعد بال 7 مش هنعدي، مش هنقف على 54، يبقى كده نو. هنا هل 63 is a multiple of 7؟ هل 63 multiple لل 7؟ اقول له yes عشان هتقابلني في الطريق. is 6 is a multiple of 6؟ yeah 6 multiple لل 6. 1 a multiple of 6؟ هل ال 1 multiple لل 6؟ لا طبعا not multiple لل 6. اوكي اوكي يبقى كده no. اوكي let's complete حبايبي الشطار، ويلا بينا نكمل باقي الاكسرسايز بتاع. هنا حبايبي الشطار اكسرسايز نمبر 10 word problems. word problems دايما هنتعود عليها لانها هتقابلنا كتير جدا جدا، يعني المسائل الكلاميه، مسائل ايه؟ كلاميه او مشكله احنا بنحلها، يعني بنحاول نقراها ونحلها. if the weight of one fish، يعني وزن one fish سمكه واحده is 2 kilogram، يعني وزن السمكة الواحدة 2 kilogram.
Find the weight of six fish. طب انت عندك السمكة 2. طب انت لو معك 6 يبقى هعمل times 6 يعني 2 تتكرر 6. 2 times 6 equals what? 12. لأن معنا 1 fish. Okay? ب 2. طب لو معي 6 يبقى 2 تتكرر 6 يعني 2 times 6. The pupils of one of the third primary classes يبقى التلاميذ في third primary سنة تالتة ابتدائي فصل سنة تالتة stood in five lines طبعا قاعدين في five lines خمس خطوط with eight pupils كل خط كل line بيكون في eight pupils يعني ايه تمن تلاميذ each line in each line في كل خط How many pupils are there in this class كم واحد في الكلاس ده قلت له خلاص مش هما five lines وكل 5 كل 1 في 8 يبقى 5 times 8 equals 40 next one Ali bought 7 bars of chocolate يعني علي اشترى 7 bars of chocolate يعني اللي هي ايه تحت الشوكولاته العمود بتاع الشوكولاته او القطعه بتاعت الشوكولاته 4 pounds كام 4 pounds ب 4 جنيه how much money did Ali pay طب علي اشترى الواحده بكام 4 طب هو اشترى كام واحده 7 يبقى هقول ال 7 تتكرر 4 يعني 7 times 4 equals what 28 pounds okay okay next one يلا نكمل باقي الاكسرسايز هنا ليتر دي حبايبي الشطار بيقول لي نجوى بوت 5 باجز اوف اورنجز يعني اشترت 5 باجز خمس حقائب من البرتقال and each bag في each دي دايما بتدل على التايمز each bag contains 9 oranges يعني كل باج فيها 9 طب ما انا اقول 5 تايمز 9 يعني هي اشترت 9 وكل واحده فيها 5 اشترت 9 الواحده فيها 5 يبقى 5 تايمز 9 دي كل باكس كلها ذا نمبر اوف اورنجز النمبر بتاع الاورنجز كله على بعضه كام اقول 5 تايمز 9 ايكوالز 45 اورنجز يوز ذا شارت هتستخدم الشارت اللي احنا استخدمناه اول مره ده يوز ذا شارت ذا فيرست 3 كومن مالتيبلز اوف 5 اند 6 انا عايز الكومن مالتيبلز لل 5 ولل 6 يعني الحاجات اللي اتقابلوا مع بعض في ال 5 وال 6 انا حبايبي الشطار هعمل ايه بكل بساطه هروح ال 120 شارت امشي اشوف بتوع ال 5 وامشي اشوف بتوع ال6 واللي يجوا هما الاثنين على بعض فيها هكتبها هيطلع معاك ال30 وهيطلع معاك ال60 وهيطلع معاك ال90 وهيطلع معاك ال100 a 120 تمام تمام انت تبدا بال5 وتمشي وكل تقابلك مثلا ال5 قابلتني جت على ال5 اعمل عليها سيركل وبعد كده 1 2 3 4 5 وتيجي عليها نعمل سيركل بعد كده تبدا من اول شوف ال6 من اول ال6 تحط عليها سيركل وكل اللي قبلك تحط عليها سيركل اللي يتقابلوا فيها هما الاثنين تاخدها وتكتبها هيتقابل معاك في ال30 هما الاثنين وال60 وال90 وال120 طبعا الليتر بي بيقول لي رايت ذا فيرست 3 كومن مالتيبلز اوف 5 اند 7 نفس الفكره بالقلم والرصاص عشان تقدر تمسح من على ال120 شارت يعني هنا ال5 وال7 هتعمل ايه هتبدا بال5 وتكررها تمام وتكرر ال5 يبقى تقول وتشوف بتوع ال5 وبعد كده لحد ما تخلص ال120 شارت وبعد كده تشوف بتوع ال7 واللي يجوا على بعض هما الاثنين ايه تختارهم اوكي اوكي يا رب تكون فهمنا كويس جدا جدا اشوفكم على خير طبعا هيجي معاك اول حاجه ال35 تمام وهيجي معاك ال70 وهيجي معاك ال105 هيجوا معاك كويس جدا يبقى تقريبا ال3 نمبرز دول هما اللي هيجوا معاك على بعض اوكي اوكي وكده خلصنا يا مستر ده في تشالنج يا نهار ابيض ده في تشالنج اهو تحدي يلا نتحدى يا شطار ركزوا معايا هاو ميني كومن مالتيبلز اوف 5 اند 6 اند 7 ار ذير اب تو 120 يعني انت ايه يا مستر قصدك اشوف بتوع ال5 وبتوع ال6 وبتوع ال7 واللي يجي على بعض هم الثلاثه مع بعض يبقى في حد يختار ايوه يبقى بكل بساطه تشوف المالتيبلز بتاعت ال5 وال6 وال7 اللي جم هم الثلاثه مع بعض هم الثلاثه مش اثنين بس لازم يجوا الثلاثه مع بعض Okay. Use a can use 120 شارت واستخدم ال 120 شارت اسمها لكم دي شطار تحلوها لوحديكم كده خلصنا الليسون بتاعنا سيشن جميله وسهله جدا جدا المهم لازم نحفظ التايمز تيبل ولازم نروح لجروب التليجرام في نهايه اليوم هنزل لكم تيبلز 0 اند 1 2 3 4 5 6 7 يكون حفظتهم كويس وتحاول تحلهم تمام اوكي اوكي اشوفكم على خير ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وطبعا بالله عليكم لو حد استفاد لو معلومه بسيطه دعوه خالصه لوجه الله لأبي رحمه الله علينا ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته